مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنسانوف. أنسانوف تجيكم كل نهار أحد على قناة التاسعة بيان سور كان تحبوا تتواصلوا معنا. فما الباج انستغرام باج اوفيسيال أنسانوف، والباج هذه هي الباج الوحيدة، فما بليزيور باج أخرين لكن هذه الباج اوفيسيال وحيدة لبرنامج أنسانوف. بيان سور ما نجمو نحلوا الحلقة نتاعنا الجمعة هذيا لما نعملوا ريكاب لأهم الحاجات اللي باش تعدى معنا. وانا يا ربي حليلي ثورة في تونس، ثورة ثورة بالحجر. السيدة هذه شتقول؟ تقول يعني إيحاءات جنسية، يعطيك إن شاء الله. تعمل إشهار باش تعرف بمنتوجك، كلمنا على الرقم 24 463 3 0، 24 463 3 0. فقرة أنستفيد الجمعة هذية فيها برشا أخبار. من أهم الأخبار اللي باش نبدأ بها أنستفيد هو أنه فما برشا ناس تحكي على أنه تلقيح كورونا ولا بالمعارف. شوفوا مع بعضنا أنستفيد. أنستفيد الجمعة هذه ناس تحكي على تلقيح كورونا اللي بالمعارف. الحاجة اللي خلات جليلة بن خليل الدكتورة والمتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قرب وجود إخلالات كما هكا، وإنه فما ناس تتمتع بالتلقيح وهما مش من الصفوف الأولى لمقاومة فيروس كورونا، وزادت أكدت إنهم مش يتعاملوا مع منظمة أنا يقظ لتحسين عمل هذه المنظومة حسب تعبيرها. في مداخلة يمينة الزغلامي نايبة عن حركة النهضة في إذاعة إيفام برنامج الدوامة، حكيت على تحرش الشيخ الهنتاتي بها. تقول تعرضت لعنف سياسي جنسي وكلام بإيحاءات جنسية وتهديدات ليك ولصغارك في فترة من الفترات. وأنا مقدمة قضايا وللأسف ما فهمتش بيه للقضاء ما تحركش. بشكون مقدمة قضايا مدام؟ أولا ثم شخص يعني هذا اسم الهنتاتي ما عندي بيه حتى علاقة، شد فترة أنه يعني ما تركاش كبير يعني بطريقة. أنا كمشرعة وشرعت القضاء على القانون الشامل عنف مادي ومعنوي يعني فيه كل أشكال العنف. وكان هذا رد الشيخ. السيدة هذه شتقول؟ تقول يعني إيحاءات جنسية، يعطيك إن شاء الله. نقسم بالله العظيم هاو تو باش نكون قبيح وسامحوني يا شعب تونس، سامحوني وبصفة خاصة يا إنسان تونس سامحوني. صدقني بفضل الله عز وجل نعرس مالتي شفايفها حمراء وجهها أبيض لحليب والولاد، ولن تلفت لك أنت. صدقني أنا كان نوصل نحلم بيك بركة في المنام، يمكن لما نفيق قبل ما أقول صباح الخير للناس نضرب راسي على حين. بداية من 1 أفريل باش يتم إيقاف العمل باستخراج المضامين من شبابيك البلديات، وهذا حسب ما أعلن عليه السجل الوطني للمؤسسات، وقال إنه خدمة استخراج المضامين باش تولي عبر الويب وباش يكون للمضمون نفس القيمة القانونية وفيها الختم يكون إلكتروني مرئي بالكيوخ تشيك. جريدة الأنوار في مقال لها الأسبوع هذا حكيت على ثروة الغنوشي ومن أين له هذا، كيف ما حكيت الجريدة على إدارته لشركة أسلحة. الحاجة اللي خلت حركة النهضة ترفع قضية ضد جريدة الأنوار وصاحب مقال ثروة الغنوشي. في المقابل يخرج رئيس التحرير نجم الدين العكيري ويقول إنه يملك الحجة والوثائق لصحة ما جاء في المقال. تبديل اللوك وتبديل لون الشعر هي أهم حاجة تنجم تبدل المرأة، خاصة أنه وإحنا قادمين على الصيف لازمنا شوية تنويع في اللون متاع الشعر. دونك ليليا بن عزيزة عاملة برشا حاجات مزيانين وألوان ياسر توندونس خارجين سنة في 2021. صبيغة الشعر مع ليليا بن عزيزة. ما فماش نهار في الجمعة ما يتعداش من غير منجيل البيا بيوتي في المنزا 5. دونك ليليا بن عزيزة اليوم باش نشوفوا معاها لي زابليكاسيون تاع الكولوراسيون تاع الشعر مون توندونس كل عام وشنيا الصبيغة نتاعو. نشوفوا معاها لي زابليكاسيون، فما برشا حاجات اخرين كلمتني قالت لي هم لازم الجمعة هذه تجيني. دونك ندخلوا مع بعضنا ونشوفوا شنو عندنا الجمعة هذه. ما فماش جمعة ما تعداش ما نجيش نطلع عليك، كل جمعة فما حاجة جديدة. دونك شنو عندنا اليوم بالضبط؟ اليوم عندنا لومبير الكولوراسيون اللي هو عالم الألوان. اي شو معناها بالضبط لومبير؟
L'embrayeur, c'est un dégradé de trois couleurs. Il connaît les racines français, ou l'intermédiaire, les longueurs en intermédiaire. Ou badika, femme, les points qui sont plus clairs. Je ne trouve des différents. موديل فهمت من الغامق للفاتح للبيج للجري للفاني للكابوتشينو جوست تشوفوا معناتها لومبريير ماهوش كولور واحد فهمتك باهي دونك توا باش نبداو لي زابليكاسيون تاعنا مع لي موديل نشوفوا باهي يلا شوفوهم افون او باديك ابري اي دونك هذه الموديل الاولى ليليا الموديل الاولى شنو باش نعملوها بالضبط Alors, لهنا عندنا نشوفوا نعملوا ان بون دياغنوستيك كيما قلت لك. اي. هوني نشوف اللي انا عندي الشوفو تنتي. في شويه حموريه هكا. في شويه حموريه باسكو احنا لي افريكان كيما تعرف يفير فير لو روج. جوستومون. اوني با دي بلون. فهمت؟ ما عندناش دي شوفو صندري كيما لي اوروبيان. احنا دي افريكان واقل صبغه باش تعملها ديما اول حاجه بعد تقول لك الكليون بعد ثلاثه اربعه خمسه غسلات سي حمالت لي جوستومون سي بور سو فما الغنساج وكل خطوة احنا شعرنا دو باز فيه الحموريه الشعره هي متكونه من الازرق والاحمر والبلو احنا عندنا شويه بلو ما عندناش برشا بلو في الشعر مش كيما لي اوروبيان فهمتك على هوني لهنا باش ننظفوا عندنا خدمه خاطر اي سون با ناتوريل ماهيش ساهله الخدمه لهنا أي. باش نخدمو باش نحاولو مانيش باش نبعدو برشا على شعرها توا باش نزينو باش نعملو شويه دي ميش امبري على الكابوتشينو ويقعد ديما سان ومزيان دونك ليلي هذه الموديل الثانية شعرها مش كيما الموديل الاولى جمله ديجا فما لي ميش في لي بوينت فما ديغراداسيون اللي تفهمها كولوراسيون بدي معاك كل جمعه لهنا صحيح مرحبا بك لهنا الموديل مش كيما الموديل اللي شفتوها قبيله هنا عندنا اكثر ناتوريل غادي فما دي شوفو تانتي لان فما بالياج بالعكس فهمت لهنا تنجم تكون خدمه اسهل وميم طون اصعب اش معناها كيفاش هنا الشعره باش نفتحوا اكثر باش نمشيو اكثر للبيج الاكثر للغري لي توندونس اللي تشوفوا فيها ديما دونك ليلي هذايا الموديل الثالثه انا اللون هذا نخاف منه بصراحه نحس اللي بعده هو ما تنجمش تجي عليه صبيغه اخرى تضحك هنا عندنا العكس نتاع الموديلات اللي شفناهم قبل لهنا عندنا الفاتح مي الفاتح اللي هو ماهوش اوموجين فما بلايص فاتحين فما بلايص غامقين هوني وبعد نرجعوا للفاتح وبعد نعاودوا نرجعوا للغامق كوافي باش تورينا الريزلتا حاجه مزيانه بدل لي رايي في اللون هذا نخليك تخدم وافي بون شانس ا توت الور ما نحبش نشوفوا هذا قولي لي هذه الموديل الاخرانيه الرابعه قلت لي هذه عروستي هي عروستي عروستي مرحبا بها عروستي خصيصه من باريس باش تعرس باش توخر خاطر الكونفينمون انا عارف السبت تعرس فما كونفينمون الوغ لنا نشوف كان عندها تايم داي وتنحى ولا قادو كان لي بوينت ولنا عندنا تيران فافورابل هي شعرها لاباس عليها و اون بلوس ناتوريل و اون بلوس هي زاده تحب حاجه ناتوريل تحب حاجه فينو هي هكا وليت دونك اون جينيرال ليليا العرايس ثقه كبيره يحطوها فيك خاطر العروسه بخيتوش بيان سور هي اسالوها تحط فيك معناها العرايس اون جينيرال ثقه كبيره خاطر الكولوراسيون نتاع عروسه مش كيما نتاع طفله عاديه ولا مراه عاديه لا العروسه ديما جينيرالمون تبدا خايفه اكثر من الشونجمون علاش؟ خاطر تقول لك خلي بعد ما نعرس شويه بشويه تبدا فوالا وجينيرالمون ساعات تقول لك لا خلي شعري ناتوريل ومن بعد راك علاش اليوم باش نعملوا حاجه ياسا ناتوريل ماهيش باش نبعدوا برشا هذه الموديل نتاعنا اللولاني اللي عملنا لها كراميل
Voilà. Plus de brillance et plus de soyance avec Subtil. دور نشوفو نوريو شعر مليح وريهم بسام الموديل الثاني هو عروستنا عملنا لها ان بو بلو فونسي غاديك شفتوا الكراميل لنا شفتوا الكابوتشينو اللي هو ان بو بلو فونسي كما حبيتوا على ناتوريل alors les هنا مشينا ان بو بلو كلير مشينا على البيج دوري توريهم الكولور مادموازيل اميني موديل مادموازيل وفاء الاكسبيرت وفاء اللي ديما تتحفنا بالالوان واللي انا نحبها برشا 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 الوغ لنا عملت لنا لي 3 كولور اللي نحكي لكم عليهم التوندونس نتاع 3 كولور فوالا لومبري اللي هو فونسي لانترميديير لونغور انترميديير اللي هي اكثر شويه ولهنا اللي هي بلو كلير فوالا هذيا لي 3 كولور اللي حكينا عليهم تحب تعمل إشهار باش تعرف بمنتوجك كلمنا على الرقم 24 463 3 0 24 463 3 0. فقرة أنسى بلاغ الجمعة هذية كانت ديما موجودة في آخر الحلقة لكن احنا حاولنا نقدموا فيها شوية خاطر طالبينها برشا تعطوا لي برشا فيديوهات على الباج أوفيسيال أنسى نوف اللي تتعادى ديما من أسفل الشاشة نقولنا شوفوا مع بعضنا أنسى بلاغ سيمي وين اش مدخلني اش مدخلني في ولد حبيبي اي ربي خلص وحده بنجور بنجور صباح الليل يا عيني اجوردوي اوسي جيدي فروي باهي للشعر وللدوافر اي بور اكلاتي لابو اكلاتي باش يترجق الجلده اكلاتي ولا كرايمكم ان شاء الله الحاجه اللي مقلقتني انه العباد تسال فيا على شفايفي كل ما نحل لايف ولا المساجات على الانستغرام من عام اقسم بدين الله ماني عامل شيء وذي الفيديو عملته باش الناس الكل تفهم لي انا مانيش عامل شيء في شفايفي لاني عامل بوتوكس ولاني عامل فيلر اليوم بوتوكس وفيلر رمضوما يبدو يبسين ديجا لا نجم شنيا ما نجمش لا يضحك لحد شيء فمش طبيبه تفرش فيا خلي تفسر لكم وطلعت لي السخانه ها ها جرتكم عليه عليه خمسة وخميس توانا يا رب حليلي ثوره في تونس ثوره بالحجر ها ضرب بالغاز في عيني عاور عيني باع يطلع جير هكا يتي مش كيك على البلادي خير عليه هكا هذا نحكي على شفايفه طفلة ما طلعتش قد شبيم شفايفي هنا هكا منفوخين يا ربي عليه هكا عليه 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 نحب شوفيت نعمل كما الانستغرامر والكل بي عسلام يا جماعه صحويكم نفس عميق ينكتل وما يرجعش تاني لا شعري امان شعري لا لبس نقرب وللحلو بيان سور دونك شكون اللي سيح شكون ما نشوفش على السوري وانا رايد الهم الازرق ذي ما راجي جاي تسعى الوطنية سألتش نفسك شكون ما قلتش روحك مرة مرات لشكون سألت سؤال هذا إذن من أنت
ايه دادا يا حنا تو نحن عايشين في البلاد ياك عايش في الكريه صح ايش هالعالم اللي عايشين فيه نحن عامل فلسفه كل عام و28 سنه انا نقري في الذري هاي طلعت كلها فهمتني ضب ايه دادا يا حنا والله العزيز الا رفعنا فيها ضلعه ما دام على الهي هذه نبقوا ديما عن وين راني فرحان كيما باكمان نشالبخ في الليل كيما باتمان صغير وجلطان يا ربي تقبل وتولي الران شو امين يا رب امين. قاعدة تجيني في برشا من استعجلت ليامات قولوا لي يا أكرم شبيها للبو البون البشرة متاعك شبيها صافية برشا دونك اليوم جبت لكم معايا السيرفريز برودوي جديدة تنطقي لكم بعد اسم الباش ندخلوها للعباد الكل دونك البرودوي هذايا هو اللي مخلي لي بشرتي نظيفة دونك هو ساهل إفيكاس ناخذوا منه شوية نحطوا لنا لأن هو مزلق دونك ما تحطوش برشا على البشرة وبزوز صوابع تعمل صوابع هكا تعوجوهم وتبدا كي تك تك تعمل هكا في المزلق قد هكا فاش تعمل؟ شبيك يا فاش تعمل انت؟ سالوني قالوا لي وجهك واحد نعمل في بيب في الاشهار يا انت عرفت ابو بابا شنيا ذيكا؟ منين هزيتها من قلسي؟ من قلسي بتاع شنيا بتاع شنيا بتاع شقوق ساقين هذيك ندور بها في ساقيا بتاع وجهها قاعد تكذب عليهم وتقول لهم وجهي صافي صافي تكذب نهارين ما تغسلوش يا انت صافي يا امي وين صافي وين من الفوق صافي هاكا قاعد لما الحكا جي رفض إلا حنينة نسمع صوتك قالو مع تحيتي نسك شيخة كاكو خدوا خير ومش تتحصل بالله الوليد فماشي حمام باهرة وقيل يلوج على حمام باش يحكلو كرايم ولا طياب ولا ماركيونا بالله الوليد لوتا في الكومنت حطونا حمام باهي باش نهزوه يعمل حمام يا مفهمتش أنا شبيه هذي برمشي يا ودي برمشي شو بخدمة يبرمشي شو بخدمة فاش تعمل هكاك فرينا في كرايم كحلة من الوسخ كيفاش زرته انت كيفاش قلت البلاحة تمشخص وقمنا في السبيطار توا صاحبي ولد عمي زعبت وريتها لك ونزيد نوريها لك انا اه زعبت ولد عمي راس محمد زعبت مدينة جديدة الدنيا ولد عمي يا صاحبي سيبوا الرشد يعني انا نخدم بيضة لبرا ونخدم متحايل لبرا جيني تحطني في الحبس لا ما تجيش عاد كان متحايل في تونس كيفي كيفك هز الحبس الرجل يخدم البرة صاحبي يجيب لك فلوس يعني تحطه في الحبس من 17 مليار اه الدار متاع كارتاج تنعطيك بالصحيح يعني الكل منعطيك بحثهم الكل عندي الكل القوة الكل عندي جويز بالتخفيضات المعتاده نتاعو ما عندوش كان حوايج رجال حوايج نساء حوايج صغار لا فما زيد لي برودوي كوزميتيك انا اكتشفتهم ما كنتش نتصور انه جويز ينجم يبيع دي برودوي كوزميتيك ومش هذا برك عامل دي برومو وكي تشري دو بيس معاها الثالثه بلاش في الكيسه نشوفوا جويز استيس بوتي اليوم في جويز مع مدام سهام نشوفوا برشا حاجات محلاه ومزيانين دونك مدام سهام شنو عندنا اليوم فما لي سوان كابيلير سوا شعره كلها شامبوان ماسك سيروم جام كامله بيان سور فما لي سوان فيزاج فما الوجه كيفاش نعتنيو بالبشره نتاعنا في الليل وفي النهار وفما بيان سور ما ننساوش الكور البدن كامل من اليدين مساقين ومن حتى لو كور نبداو بالشعر نبداو بالشعر الشعر اللي زيت فوالا اني في اكثر حاجه اللي هي فما مثلا لي شامبوان كلهم تاع جويس اليوم كانوا لاحظوا كلهم سونسولفات براتيكمون الناس كلها تولينا نهربوا للسونسولفات علاش خاطر الشعره السولفات يهلكها برشا دوكو جويس حسب ما شفت ونلقاو اللي هما عملوا شامبوان بور شوفو غرا بور شوفو سيك اي بور شوفو
كولوري دونك تو ديبون انت وشنو اللي عندك حسب الشعره. كل انسان يعرف شعرته ان هي مزيته والا كولوري والا تبدا شيحه. عندها فما لو شامبوان اي فما لو ماسك ان كومبليمون نتاع الماسك. بالضبط براتيكمون الشامبوان اتري بعد قداش يبدا يعطي ريزولتا في الشعره معناها غسله الاولى الثانيه الثالثه حسب دوكو هي من الغسله الاولى من الغسله الاولى تبدا تحس في ان سوان. وبربي فما حاجه انا اللي لاحظتها عند انا نحن مثلا التوانسه سورتو لي شوفو غرا ديما يغسلوا اللي هما يغسلوا 3 فوا يعملوا 3 تاليات 4 تاليات نو 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 il faut pas تاليتي اي با بلوس ميم تاليه بركه ما يحط لا كونتيتي اكثر باهي. اي لو سوا لو ماسك هذا لو ماسك نحطو في الشعره بالقبل دي تخليه il va agir 5 مينوت هكاك اي ابري من بعد ان شاء الله خاطر سي تان سوا هذا راهو يضرب مش كيما كونديسيونير اي va traiter شعره en profondeur. Sinon les sérums, فما دو سيروم, فما ان سيروم دارغون, فما سيروم كيراتين. الفرق ما بيناتهم الكلنا الناس الكل توا لينا نحبوا على الكيراتين. الكيراتين عليه هو سي تان سوا مي لا كيراتين شنو هي ديجا شعره تنتجها الكيراتين جوستومون. عندنا دونك سوا عامله هي كيراتين ومش عامله كيراتين بور رونفورسي لا كيراتين شنو معناها باش تزيد الدعم للكيراتين اللي هي في الشعره موجوده. وعندنا بور لارغون انا نقول لارغون الشعره شيحه سي تام ميراكولو سوا الشعره شيحه سورتو التاغن باش نعرفوها شيحه سون زيكلا ما فيهاش لمعه مقصفه ياسر مقصفه وعندها تحسها باهتة باهتة شوية وتبدا هكا فوق فوالا شايح. فما اللي في البوانت تكون لك انا البوانت لونغور نتاعي شايحة والراسين نتاعي كراس بيان سور تعمل بها باندويلا قبل ولا حاجة جوست في اللونغور هكا هاو. فأول حاجة وأهم حاجة سي لو فيزاج بيان سور من بعد الشعرة سي لو فيزاج الناس الكل نخافوا على الفيزاج نتاعنا. كيما تلاحظوا فما هذوما ديفيرونت ساعة زوز أنواع فما حكوك مدولين وفما في باكوات هذوما الأربعة سو سون دي كريم دو جور سو سون دي كريم هيدراتونت جوست هيدراتونت. الفرق ما بيناتهم هي البرانسيب أكتيف واحدة فيها لارغون واحدة فيها دونك واحدة لارغون الأخرى فيها لافوكا فما الكولاجين فما الفيك دو بربري باهي الفيك دو بربري اللي هو 100% ساعة تونسي هذاك المعروف عليه وبرشا يحبوا على الفيك دو بربري. باهي انت شنو الفرق ما بيناتهم هذوما الكلهم لارغون لافوكا تو ديبون احنا والبو سا هذوما سو سون لي كريم سبيسيفيك لي كريم دو سوان. شنو نكونو كريم دو سوان هي استيتيكمون كريم دو سوان تخدم اون بروفوندور أعمق وقتاش نخدمو شنو في الليل هذه في الليل علاش خاطر البو في الليل ترتاح ترتاح واللي معناها لي سيلول كلهم يشربوا اللي معناها لهنا فما فما لونتي ريت وفما لونتياج وفما لونتي تاش. فما الكور باهي فما اللي فما الكريم فهمتك وفما الكريم بور لي بيي بيان سور الكريم بور لي ما باي برشا عباد يقولوا شنو الفرق ما بين الليل ما بين من ما بين الكريم دونك هي كريم بور لو كور ولا لي بور لو كور شنو الفرق لو لي لي بلو فلويد شنو معناها فلويد لي فما يتحط ساعه بينيتراسيون فاسيل وخفيفه مي لا كريم لي كونسيستونت اكثر كونسونتري اكثر تحس وفيها ايفي ساتينيك فهمتك تعطي اللمعة خلي اللمعة اي في البدا كيفونا بزون جو سيت كريم نعملها للبن الكل خاطر كيما تكون برشا يبشيس اللي تكون بشبيه هذايا معناها تمشي للفيزاج ولا تمشي شبيه هذايا اي سي نورمال مش كيما البدن اي فما فما الساقي اللي هي باز نتاعها في لافوكا نعرفها اي هيبر كونتراتون Bien sûr. Efficace. Efficace. Bien sûr. Les Justement. Il vaut mieux. Pratiquement كل ليلة في حتى في النهار تلبس عليه الشوسيت وتقعد خاطر ما تزلقش ما تزلقش بارفي سي بيان لهنا شفت بليزيوغ بارفان جو كوا في اللي اي فما سيكسي ليدي او كل واحد اي فما ديجا فما لي داستور فما سيكسي ليدي فما لارغون فما بول دوليف بارفي دونك تو فما عندنا ليكزوتيك تو ديبون انت والبارفان اللي تشرب عليها فوالا تو سوما كلهم راهم كيتراكم ميرسي بوكو
موجودين. فوالا اهم حاجه انه لي برودوي هذوما الكل 100% تونسي. دونك هذايا الكوان بوتي نتاع جويس كان تحبوا تجيو. ما نعرفش اسكو فما بروموسيون فيهم غوميز ولا لا. جو كرو فما غوميز نتاع 20% في لي زارتيكل هذوما. دونك ناخذوا حاجتين من هنا معناها دو زارتيكل هكا. دونك شنو فما في الكيسه؟ شامبوان مع سيك شوا دو شامبوان مثلا انا وانت ديجا شوفو كرا. مش كيف كيف شنو عندهم في الكيسه كي ياخذوا دو زارتيكل؟ برشا دليل هكا. دونك ننصحكم بجويس والبروموسيون موجود ده لهنا يجوا عملوا شو نتاعكم. أنسى ستار الجمعة هذية فما برشا أخبار محليهم مزيانين تعبير على الحب بعروسات هكا 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 أخبار. شوفوا أنسى ستار في أنسى ستار الجمعة هذي الديفا غايبة عندها مدة لكن الفن ديما معاها وهذم آخر اللي فيد على انستغرام تاعها ذكريات. دخلت نهار وأنا نخدم في الدب متاع بايا بابا هوني إذا يمسخين ما نجمش نسلم. أولاد الغول مسلسل بشي تعرض في رمضان على قناة التاسعة 30 حلقة من إخراج مراد بالشيخ نص لرفيق أبو جدي اللي سبق وكتبة الليالي البيض لأجل عيون كاترين صيد الريم وغيرهم الأعمال الناجحة. الفنانة المتميزة غادة معتوك حبت تعيش متابعيها كل مراحل التلقيح من فيروس كورونا وكانت هذه المخلفات. سينا بالنسبة للعبيد اللي عليها بعد الفاكسان الحمد لله بقول ماما على بيش جوست بالحق صبيح ما جامش أقوم ما تصبحت فيش على الأخر دونك خديت فيتامين سي ويدي توجع مش نرمى يدي اللي صار بحق اللي زرقت فيها ما نجمش كالي هكا نهزها هكا الفوق ولا نعمل عليها في حد شيء ما خانتني وسي توتا في نورمال خاطر الانجكسيون اللي انترا موسكولير في وسط الموسكل دونك عادي يعني مش تحس او في تحس احساس انه الموسكل بتاعك مرضرض ولا كيفاش سيتي لو ميم سنتيمون اللي حسيت وقت اللي خلعت كتفي اليسار دايوغ. بيكا طمنت الناس اللي تبع فيها انه غريب عادي ومش كورونا. بون كنت حاط فيلتر وبعد قلت خلي نوريهم وجهي الحقيقي المريض. دونك عندي انجين مش كوفيد. الكوفيد يا جماعه مازال كيفاه دونك خل نتنفس شوي. احتفل متعهد الحفلات هيثم الهاني الجمعه هذه بعرسه بحضور برشا فنانين وجوه معروفه. ونبقاو في الحب والاجواء الرومانسيه وين روبوستا الممثل احمد لندلسي ذكريات فيديو زواجه من مرته. الراب وغرام المشاهير بالراب. التغير أو التحول المبارك المصطفى حواس. حسين في بكين عمل مسرحي ومنشو للممثل مقداد السهيلي لقى نجاح كبير وهكا كان رأي الأعلامي نوفل الورتاني. بصراحة أنا ما حضرتش مش نحضر العرض الجاي إن شاء الله أما برافو فيليسيتاسيون مقداد هذا عرض يستنى فيه عنده سنين مبروك اي بون كوراج باترون. نوفل اللي كان ناشط الجمعة هذه بالتعليق متاعه وقال لسمير وينك يا سمير توحشتك خويا شبيك عاقل عندك مدة ما تعاركت مع حد. كيف ما كان النوفل راي على حكم سواجمان بخمس سنين حبس وقال ربي تلطف به ويخلص وحلو كان عايش مرتاح يا خجال تونس. ونختموا مع منتجة الأفلام درة بوشوشة وآخر جلسة تصوير لها. كنت حب تعمل إشهار باش تعرف بمنتوجك كلمنا على الرقم 24 463 3 0 24 463 3 0. أنت غاد كلوب تونس هذوما مجموعة صغيرة عمرهم بين 12 و 18 سنة شنو يعملوا؟ ديز اكتيفيتي محليهم يعاونوا الناس حوايج جشتي فما اكتيفيتي هي توا موجودة حاليا اسمها قفة الخير يعني قفة رمضان أكيد رمضان على البيبان إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل دونك ما علينا كان نعاونوا ناخذوا فكرة على أنتراكت كيفاش نجموا نكونتاكتيو الصغيرات هذوما باش يوصلوا القضيات الناس تستحق.
كنت حب تعمل إشهار باش تعرف بمنتوجك، كلمنا على الرقم 24 463 3 0 24 463 3 0. دونك كنت هذه حلقة أنستانوف، إن شاء الله نكونوا وديناكم دي بون بلان مزيانين، وإن شاء الله نكونوا زادا أعطيناكم أهم الأخبار على مدار أسبوع كامل. كان تحبوا تتواصلوا معنا بيان سيغ فما الباج أوفيسيال انستغرام اللي ديما تبعثوا لي عليها فيديوهات، كان عندكم أي اقتراحات زادا تنجموا تبعثوا لي عليها. فما زادا كيما انتراكت كلوب هذا اللي يعاون الناس المحتاجة، كنتوما فما جمعيات خيرية ولا حاجة تحبوا تبعثوا لي الكونتاكت نتاعهم، مرحبا بالناس الكل. أنا بقالي نقول لكم كان في لمان، تلقاو الجمعة الجاية كل نهار أحد على قناة 9 انستنف. باي باي.